أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج بدون أهداف. برنامجنا برنامج جريء جدا ومختلف عن علاقة الرياضة وتحديدا كرة القدم بكل مجالات الحياة، من قانون لفن لسياسة واقتصاد وسياحة. مش بس كده، هنحلل ماتشات وهيكون معانا دائما الحصريات في برنامج بدون أهداف. أهلا بيك يا أستاذ شريف فاروق، صديقي وزميلي العزيز، وحلقة موفقة إن شاء الله يا أستاذ شريف. إن شاء الله بإذن الله. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. النهاردة بإذن الله هيكون معانا المستشار القانوني محمد النمر، المحامي وعضو اتحاد المحامين العرب، هيكلمنا في قضيتين مهمين جدا هنتعرف عليهم بعد الفاصل إن شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنرحب مرة تانية بضيفنا الأستاذ محمد النمر، المستشار القانوني وعضو الاتحاد العربي. هنتكلم معاه في قضية الكابتن حمدي النجاز. المشكلة بدأت مع حمدي النجاز إن كان في اجتماع مع رئيس النادي يوم 2 ديسمبر، وفجأة قرر اللاعب فسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد، وما راحش حضر الاجتماع ده مع كابتن مع المستشار مرتضى منصور. عايزين نعرف من حضرتك ملابسات القضية وصلت لغاية فين، كل ما يخص قضية حمدي النجاز اللي تهم السادة المشاهدين. تمام. اولا انا سعيد بوجودي معاك النهارده في حلقه اول حلقات برنامجك، وان شاء الله يبقى برنامج مفيد للمشاهدين باذن الله. ان شاء الله. تداخل سخن على طول كده. طيب، هو الموقف القانوني اللي حمدي النجاز دلوقتي ان هو نادي الزمالك اخر حاجه عملها النهارده ان هو قدم بعد خطاب لاتحاد الكوره بشان ان هو النادي مازال متحفظ بحقوقه تجاه اللاعب. تمام. هو ممكن بقى يتعاقد مع اي نادي تاني ببطاقه دوليه مؤقته لحين الانتهاء من الشكوى يعني. طيب، هو محامي اللاعب طلع وقال انه يقدم شكوى للفيفا من اجل الحفاظ على حقوق اللاعب، هل اللاعب ليه اي حقوق عند نادي الزمالك؟ لا لا، هو اللاعب تقريبا كانوا المبلغ بتاعته في السنه، المبلغ القيمه بتاعته في السنه حوالي 425,000 دولار. هو كان واخد نص المستحقات بتاعته، كان ليه مستحقات تبقى في يناير، بس هو من في نوفمبر وهو منقطع عن الحضور وعن التدريبات، فهو بالتالي هو الشكوى بتاعته ان هو ما خدش المستحقات بتاعته مش سليمه، يعني ما عندوش ما يثبت، بالعكس هو موقع على كل حاجه ان هو واخد المستحقات بتاعته، فالمبرر بتاعه ده مش مظبوط يعني. يعني ادعاء مش هنقدر. لا 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 لا، هو اكيد الفيفا يعني هي اصلا النادي قدم في لجنه الاستماع في المحكمه الدوليه جميع المستندات ان هو حصل على مستحقاته كلها بالكامل، فبالتالي المبرر اللي هو قاله دوت، وحتى انا عرفت بعد كده ان هو حاول يرجع مره تانية والنادي رفض يعني. ما ده السؤال الجاي ان شاء الله. طيب، سمعنا من على السوشيال ميديا ان اللاعب وسط بعض الاطراف للتدخل لدى نادي الزمالك عشان يرجع تاني، ولكن مسؤول الزمالك رفضوا الاقتراح ده. انا تقريبا برضو عندي معلومات بالشأن كده ان هو حاول يرجع تاني واننا رفض، لان هو يعني طريقه خروجه ما كانش لها اي مبرر خالص يعني. طيب، مسؤول الزمالك اكد عدم صحه حديث اللاعب بشان انه لم يحصل على مستحقات الماليه، وتاكيد ان اللاعب حصل على ما يقرب من 50% من قيمه عقده. مدى صحه هذا الكلام؟ اصل هي كلها بالمستندات يعني. هو النادي لما قدم في لجنه الاستماع في المحكمه الدوليه قدم ما يفيد ان هو استلم جميع مستحقاته تتجاوز ال 50%. هو الـ 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 المستحقات بتاعته بتتقسم على اجزاء، كان المفروض اللي كان متبقي ليه في يناير الشهر ده لو كان انتظم من نوفمبر. فهو بالتاكيد هو قال قبل كده ان هو ما خدش جميع مستحقاته قبل كده، الكلام ده مش مظبوط يعني. هو لما بياخد على مستحقاته بيمضي ان هو استلم جميع المستحقات بتاعته. فالمبرر بتاعه ان هو يفسخ العقد من طرف واحد دوت عشان يروح لاي نادي تاني او حاجه زي كده مش مظبوط يعني. طب، بصفة حضرتك يعني قريب من صنع القرار في نادي الزمالك، عايزين خبر حصري للمشاهدين في قضية حمدي النجاز. هو يعني بالتأكيد هو دلوقتي الموضوع في المحكمة الدولية.
هو بالتأكيد هيتم توقيعه غرامة على اللاعب، عقوبات مالية على اللاعب، لأن هو ترك النادي بدون أي مبرر، والنادي موقفه سليم 100%. النادي مسدد جميع المستحقات الخاصة باللاعب، فهو موقفه مش مظبوط خالص على حسب هو ما قال يعني. ان هو ليه مستحقات او حاجه زي كده. إيه طبعا إيه انا بستغل وجود حضرتك معانا النهارده يا استاذ محمد. حضرتك يعني افضت في قضيه كابتن محمود نجاز، ولكن نستغل بقى وجود حضرتك معانا النهارده بصفه حضرتك المحامي والمستشار القانوني للمحامين العرب. إيه ننظر لها من ناحيه القانون. تمام. موقف الزمالك قانونيا تجاه اللاعب، وموقف اللاعب قانونيا تجاه النادي بالنسبه لحمد النقاش. ايوه. موقف الزمالك سليم 100%. الزمالك ما عندوش اي تاثير في التزاماته. مفيش. هو المستحقات بتاعته بياخدها على دفعات. جميع الدفعات قبل ما يترك النادي كان مستلمها، فبالتالي النادي هنا ما عندوش اي مشكله. المشكله هي عند اللاعب ان هو ترك النادي بدون اي مبرر، وعقده مستمر. ولحد دلوقتي عقده مستمر. أيوة. عشان كده هو ما يقدرش يتم كده في اي نادي الا بقى لو خد بطاقه دوليه مؤقته لحين الانتهاء من الشكوى. تمام. فالمصير الطبيعي ان هو هيتوقع عليه طبعا عقوبات. تمام. نشكر حضرتك على يعني الشرح باستفاضه. تحت امر. شكرا يا استاذ. طب في حاله رغبه حمد النجاز للعوده مره ثاني لنادي الزمالك، في حاله موافقه مسؤولي نادي الزمالك، ايه العقوبات المتوقعه ان هي توقع عليه من قبل النادي او يعني؟ بص حضرتك، هو طبعا النادي حاطط لائحه. لائحه عقوبات بشان اللي يتغيب، اللي يترك النادي المسافات المده الطويله، كل دي لها عقوبات اكيد هتوقع عليه العقوبات اللي في اللائحه بتاعت الخاصه بالنادي. ده شان داخلي للنادي. لو احنا ما خرجناش بره النادي ورحنا المحكمه الدوليه، لو بنتكلم دلوقتي ان اللاعب باعتباره هو مازال لاعب في نادي الزمالك، ان النادي اداره النادي هتوقع عليه العقوبات اللي في اللائحه. طبعا عندنا يعني سؤال مهم جدا يا استاذ محمد. هل من مصلحه نادي الزمالك في الوقت الحالي بعد طبعا اتساع الفجوه بين النادي وبين اللاعب، هل من مصلحه نادي الزمالك النهارده من وجهه نظر حضرتك عوده اللاعب للزمالك مره اخرى؟ والله انا شايف ان هو لما ساب يعني من وجهه نظري يعني هو لما ترك النادي ادى فرص برضه الناس تانية. يعني في ناشئ تقريبا اسمه احمد عادل، ده تمام. ده ظهر مكانه كان كويس جدا. تمام. احمد عيد. الباك اليمين. بالظبط. تمام. لاعب كويس جدا. وبرضه حازم امام خد فرصته. حازم بدا يتوهج بقى. بالظبط. ده حازم امام اللي احنا نعرفه. فبالتالي هو عدم وجوده مش مؤثر سلبيا يعني. انا مش رياضي برضه 100%، بس انا وجهه نظري كمشجع وكمشاهد ان هو ادى مجال للناس تانية ظهرت. صح. تمام. يعني هو عدم وجوده ملهوش الاهميه في ان هي اثر على النادي سلبا. تمام. يعني. طب بالنسبه لقضيه حمد النجاز، لو الزمالك استمر في شكوته في الفيفا، هل من المتوقع ان يحصل الزمالك على مبالغ ماليه، تعويضات، حاجه زي؟ بالتاكيد بالتاكيد، لان النادي هو ما عندوش اي مشكله. العقوبات هتوقع على اللاعب لصالح النادي، عقوبات ماليه. جزء من عقده ولا عقوبه؟ على حسب اللوائح الاتحاد الدولي. يعني هو في الحاله دي بيبقى فيه غرامه بتساوي قيمه العقد بتاعه مثلا، بتتحصل لصالح النادي. طب نرجع برضو اسال الاستاذ محمد، استاذ شريف، سؤال مهم جدا برضو بقى. احنا عاوزين ناخد كل عصاره المحاماه بالنسبه للاستاذ محمد. هل حقوق الزمالك النهارده ضاعت بعد استبدال حمد النجاز باللاعب كاسونجو؟ لا طبعا، ملهاش علاقه خالص. ملهاش علاقه. نقدر نقول الزمالك في امان في الاستبدال؟ طبعا ملهاش اي يعني، دي حاجه ودي حاجه. تمام. يعني حقوق النادي محفوظه. أيوة. والنهارده زي ما بقول لحضرتك النادي بعت خطاب لاتحاد الكوره ان هو لسه متحفظ على الحقوق بتاعت حمد النجاز، وان هو رغم الاستبدال. طبعا. يعني دي حاجه ودي حاجه. ده اجراء اداري للنادي ان هو جاب حد بديل او جاب عشان مصلحه النادي، ولكن برضه حقوق النادي محفوظه تاكيد. طيب. تمام. هل من حق حمد النجاز في الوقت الحالي الانتقال لاي نادي اخر في الدوري المصري او خارج مصر؟ زي ما قلت لحضرتك، هو ممكن ببطاقه دوليه مؤقته لحين الانتهاء، لان البطاقه الدوليه في النادي، البطاقه الدوليه بتاعته في نادي الزمالك. بس على حد علمنا ان حمد النجاز يعني مقيد في قائمه نادي الزمالك. مظبوط. ما انا بقول هو ممكن يلعب ببطاقه دوليه مؤقته طبقا لوائح الفيفا لحد ما ينتهي من الشكوى.
لحد ما تتفصل في الشكوى عشان مصلحه اللاعب ان هو ما يقعدش دي وما يقعدش الفتره دي كلها بدون لاعب. دي اللوائح اتحاد الفيفا. اظن يا استاذ شريف احنا كده يعني غطينا موضوع النجاز يعني موضوع. نروح بقى للهارب الاكبر واللي مسبب ازمه في الوسط الرياضي، كابتن محمود كهربا اللي انتقل للنادي الاهلي، وخصوصا ان بدات ازمته مع نادي الزمالك بعد ما كان النجم الاول في نادي الزمالك والبطوله الكونفدراليه والحصول عليها، ولكن هو اثار ازمه ان هو عاوز يعدل عقده، وعلى لسانه طبعا ان الاداره يعني ادت له وعود ان احنا مثلا في نهايه الموسم ممكن نرفع العقد، هو ما صبرش وخرج من الباب الخلفي. انت شايف موضوع النجاز من وجهه نظرك يا استاذ محمد؟ كهربا كابتن كهربا تمام. طب احنا نحكي الموضوع كهربا كده في عجاله يعني من الاول. هو كهربا جدد عقده لمده 5 سنين مع الزمالك تمام، وقضى تقريبا سنه وخد جميع المستحقات تمام، ونادي الزمالك وثق العقد بتاعه في اتحاد الكوره. معنى النادي الزمالك يوثق عقد لاعب في اتحاد الكوره يعني العقد ده ما فيهوش اي مشكله خالص من الناحيه القانونيه كنادي تمام، كعقد ما فيهوش مشكله، والجهه اللي بتعتمد العقود دي اعتمدته، يعني انا كده كنادي ما عنديش اي مشكله خالص تمام. طيب فوجئنا ان اللاعب اتلعب في دماغه تمام ان هو يروح نادي تاني ياخد فلوس اكتر. طب احنا هنبعتك نادي في البرتغال وان انت العقد بتاعك مش موثق، و فعلا هو راح برتغال لعب شويه وبعد كده راح على النادي الاهلي. طيب اللي عمله ده ايه؟ نستاذنك يا كابتن استاذ محمد، معانا كابتن علاء ابراهيم. اهلا، مساء الخير يا كابتن علاء. اهلا بيكم. نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق كابتن علاء، فرود النادي الاهلي، منور برنامج بدون اهداف يا كابتن علاء. ربنا يكرمك وكل سنه وانتم طيبين وبالتوفيق ان شاء الله في القناه الجميله بتاعتك. احب اسال حضرتك 3 اسئله بس. طبعا انت حضرتك مهاجم الاهلي السابق طبعا وهداف النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي بنبارك له طبعا بفوز النهارده 2-0 على المقاولين العرب. هل هدف حسين الشحات فاول من وجهه نظرك يا كابتن علاء؟ اه طبعا، ما فيهوش اي حاجه. هدف صحيح يعني. طبعا. طيب هل استحق رامي ربيعه الكارت الاصفر او الاحمر تحديدا؟ ايه بالغ الحقيقه في رد فعله. الحقيقه رد فعله طيب في الانذار الثانيه. طب انا بقى عاوز اجابه يعني صريحه يا كابتن علاء. النادي الاهلي محليا ولا اروع، العلامه الكامله زي ما بيقولوا تمام، ولكن في افريقيا هناك تعثر. انت يعني شايف التعثر ده من وجهه نظر حضرتك ايه؟ هو يعني التعثر برضه خلينا نتكلم منطقيين، هو النادي الاهلي لعب بلاتينيوم وتعادل، يعني نتيجه مخيبه للامال شويه، والماتش اللي هو النجم والنجم انتوا عارفين طبعا ظروف المباراه الاولانيه اللي اضطرت فيها كان بيلعب ناقص لاعب كان طرد ظالم شويه، بلعب برضه فرقه في النجم في تونس برضه فرقه كبيره ووسط جمهور واجواء طبعا صعبه في تونس. لما يلعب الاهلي ب 10 لعيبه لو افتكرنا بدايه المباراه كان النادي الاهلي كان يعني افضل كتير. هو الاهلي في الشوط الثاني، الاهلي في الشوط الثاني كان افضل. وقبل الطرد، وقبل الطرد كان يعني كان هو اللي ضاغط وهو اللي رايح، لكن الطرد فرق طبعا اكيد يعني. طيب نحب بقى نعرف توقعاتك ايه لمباراه الاهلي والنجم الساحلي والزمالك المباراة القادمة إن شاء الله في إفريقيا مع مازيمبي. يعني الأهلي والنجم طبعا مباراة صعبة، النجم برضو لسه برضو في اللعبة عنده أمل، وبرضو لو خسر برضو هيبقى في حسابات تانية، يمكن هو أمله أقوى من الأهلي شوية. الأهلي برضو لازم يكسب النجم إن شاء الله يعني، ولازم يعمل نتيجة إيجابية في السودان، واعتقد ان المباراه الاهلي لا بديل عن الفوز، لان لو اي نتيجه تانية هتصعب مباراه الهلال السوداني. شكرا لحضرتك يا كابتن علاء، ونورت برنامج بدون اهداف. ربنا يكرمك. بس انا كنت حضرتك مع مين بس تتكلم على موضوع كهربا وبيقول لك الاهلي اللي سفره برتغال؟ ايوه الكلام ده. ايوه فالكلام ده انا مش عارف، انا حاسس ان هو يعني كلام مبالغ فيه. طبعا الاهلي لا يمكن يكون الاهلي وراه انه يمشي كهربا. هو كهربا دخل لنادي الزمالك مبالغ كبيره في اعارته، وكان عقده وبيتفق مع النادي على عقد، رجع ملاش العقد اللي هو كان متفق عليه. فهو ده الكلام ده مش مظبوط خالص. طب وليه يا كابتن علاء هو كان عاوز يروح النادي الاهلي؟ طب ليه مضى العقد 5 سنين مع نادي الزمالك وخد مستحقات لمده سنه؟ الاهلي ما كانش في القصه خالص.
ما هو ما كانش الاهلي، القصه فعلا الاهلي مش على هو اللي وداه عاره، مش هو اللي وداه العاره للسعوديه. النادي الزمالك خد 70 مليون جنيه وكان على بيتفق، فكره وكان كابتن عقده علاء 2 انا ما مليون قلتش جنيه ان واتفق معاه على 10 مليون. يا كابتن علاء ثانيه واحده اخلص كلامي وبعد حضرتك اتفضل 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 اتفضل. كان عقد كهربا في النادي الزمالك 2 مليون جنيه قبل ما يروح السعوديه، تمام. دخل لنادي الزمالك 70 مليون جنيه في العاره الاولى، وكان متفق معاهم انه العقد بتاعه يبقى 10 مليون لما رجع. ملاش الكلام ده ليه؟ قعدوا نفس الكلام برضه 2 مليون. هو طبعا ده اللي خلى كهربا قال لهم خلاص انا مش هلعب في الزمالك تاني. طب انت حضرتك موافق يا كابتن علاء، يا كابتن علاء بعد اذن حضرتك، انت موافق على الطريقه اللي مشي بيها كهربا من نادي الزمالك؟ يا سيدي الفاضل، انت انا عايز انا اقول لك سر بقى. اتفضل. ان ده السبب اللي خلى النادي الاهلي يتعاقد معاه، ان هو شاف من وجهه نظره ان هو في اجحاف عليه وفي ظلم في نادي الزمالك عليه. يعني النادي الاهلي، لكن لو يعني لو حضرتك كهربا، انا لو بس كهربا عايز بياخد حقوقه، بياخد حقوق، انت اعتقد كل الناس الزملكاويه عارفه ان كهربا كمان مصور ومعاه صور الشيكات اللي واخدها اللي هي بثمن 2 مليون جنيه، اللي مدخل لنادي الزمالك 70 مليون جنيه لما راح الاعاره في السعوديه. تمام. فلما رجع كان متفق ان عقده يبقى 10 مليون، ما توثقش العقد اساسا، ورجع عليها عقده 2 مليون زي ما هو ده السبب اللي خلاه يمشي على البرتغال. ولما طلب يرجع للنادي الاهلي قال للناس دي وادى الورق كله ده للنادي الاهلي، النادي الاهلي مش غلطان خالص. طب استاذنك يا كابتن علاء، الاستاذ محمد النمري له سؤال لحضرتك. يا كابتن علاء، اولا انا ما قلتش ان النادي الاهلي هو اللي عمل له بعته اعاره، انا قلت نادي لعب في دماغه عشان قصه الهروب. انا بس عايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن علاء، هو يعني عقد بتاع كهربا مش ساري؟ ايا كان بقى 2 مليون 500,000، ايا كان كعقد ساري ولا مش ساري؟ بغض النظر عن القيمه الماليه يا كابتن علاء. انا مع حضرتك، انا مع حضرتك، بس انا بتكلم ان في ظلم، ان كل لاعب، تمام، في ظلم على اللاعب، انا مع سعادتك وانا متفق مع النادي ان في تعديل للعقد، ولما اجي تمام كده فطبيعي ان هو الراجل خلاص مش هيقدر يلعب تاني. حق اللاعب ان هو من حقه يزيد، مفيش اي مشكله، انا بتكلم بقى كاحترام عقود، احترام عقده مع نادي الزمالك، هل العقد اللي موقعه وقعد مع النادي لمده سنه وخد اول مستحقات لمده سنه، العقد ده ساري ولا مش ساري؟ ساري طبعا يا كابتن. تمام. يعني ان هو بقى يمشي من نادي ده كده هروب، ما مشيش بطريقه قانونيه. هو 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 هروب طبعا يا كابتن علاء. يتحمل مسؤوليته اللي مش محتاجه. تمام. منين انت بقى كنادي اهلي لما عصام الحضري هرب وراح السويد احتراف ما رضيتش ترجعه تاني عشان هو هرب، وانت بتشجع لاعب دلوقتي ان هو هرب من ناديه وتجيبه عندك؟ هو جابه من نادي الزمالك ولا جابه من نافيس البرتغالي؟ يا فندم ما احنا كلنا عارفين ان ده كوبري يعني. مساء الخير يا كابتن علاء. مساء النور. بقول لحضرتك ايه؟ طيب اللاعب الافريقي اللي هرب من الاهلي كوليبالي، المالي بتقول عليه ايه؟ بقول هروب طبعا. طيب نفس الموقف اللي عمله اللاعب عمله كهربا، تمام، يبقى نسمي اللي عمله كهربا ايه؟ طيب خلاص. انت يعني مفيش، انت مش مختلفين يا كابتن علاء، احنا مش مختلفين يا كابتن علاء. بغض النظر بقى عن كوليبالي القصه مختلفه، ان في اسباب هي اللي بتدفع اللعيب للموضوع ده. طب ما مع كوليبالي ليه اسباب وكهربا ليه اسباب. طبعا. وبعدين يا كابتن علاء انا عايز اقول حضرتك على حاجه، كهربا لما راح اعاره برضه السعوديه وخد فلوس كتير جدا من هناك، استفاد ماديا كتير جدا، يعني عشان بس نبقى منصفين برضه، ودخل فلوس اكتر لنادي الزمالك، تمام، ودي دي دي حاجه تحسب لاداره النادي. مش الاخر بقى هو كان متفق مع السبب يا استاذ، ان هو كان متفق مع النادي ان هو عقده يبقى 10 مليون، هو كان عقده 2 مليون، تمام، فجه قالوا له لا هو ال 2 مليون هو اضرب راسك في الحيط، تمام. بس يا كابتن علاء، كابتن علاء على حد معلوماتنا ان كهربا قال ان عقدي مع الزمالك غير موثق. لا تم توثيقه طبعا. تم توثيق في اتحاد الكوره. خلاص. بعد النقطة القانونية بتاعته. تمام. من الناحية القانونية العقد موثق والعقد طبعا. ساري وكله تمام. والله انا شايف ان النادي الاهلي ونادي الزمالك ناديين كبار جدا. ما اعتقدش ان لعيب زي كهربا ممكن يعمل لا بعيدا عن كده، احنا بنتكلم يعني في مواقف قانونيه، موقف قانوني يعني مهما كان ان احنا لا طيب ناديين كبار، لا حد يغفل ولا حد يقدر يقول على نادي الزمالك، يعني يمكن خلي بالك انت لو سالت اي حد زملكاوي اهلاوي لحد دلوقتي شوف المنافسه هقول لك النادي الاهلي والزمالك.
خلاص لحد مكسب المباراه ال 12 للنادي الاهلي الزمالك في المنافسه. اي الاهلاوي سواء لعيب سواء مشجع سواء محب سواء مجلس اداره عمره ما هيبعد المنافسه على نادي الزمالك. كابتن علاء الموضوع كبير ونشكر حضرتك ونامل ان انت تكون ضيف في حلقه معانا ان شاء الله. شكرا يا كابتن علاء. شكرا. اتفضل يا استاذ شريف. طيب موقف كهرباء، هنرجع لاسئلتنا في قضيه كهرباء. طيب عايزين خبر حصري نختص بيه احنا بالنسبه لقضيه كهرباء، وصلت لغايه فين الشكوى بتاع الزمالك؟ هل راحت للفيفا؟ هل الفيفا اخبر الاهلي طيب بحاجه؟ هو الموقف القانوني نادي الزمالك، هو نادي الزمالك قدم شكوى ضد كهرباء في اتحاد الكره، اتحاد الكره بدوره ارسل الشكوى دي للمحكمه الدوليه، وكان في لجنه استماع في المحكمه الدوليه، ونادي الزمالك قدم جميع المستندات اللي بتفيد ان الكهرباء موقع ومعاه وفي نادي الزمالك وعقده لمده 5 سنين وان هو استلم مستحقات اول سنه وان العقد موثق في اتحاد الكره. انا بس عايز اؤكد على النقطه دي، العقد لو كان في اي مشكله قانونيه سواء في مواعيد او كده اتحاد الكره ما كانش هيسجل العقد او يوثقه. دي حاجه قدم النادي الزمالك قدم الحاجات دي كلها في المحكمه في لجنه الاستماع، ولجنه الاستماع من حوالي يومين كده ادت اسبوع لكهرباء والنادي الاهلي للرد على اللي قدمه نادي الزمالك. المفروض دلوقتي هم يردوا يقولوا بقى ايه موقفهم ايه في القصه دي كلها. بس هو خد بقى، انا عايز برضو اقول لك حاجه، ان النادي الاهلي في الحقيقه هو بيشترط في الموضوع، هو اللي هيتم يعني توقيع عقوبه عليه اللاعب والنادي البرتغالي، لان النادي البرتغالي هو اللي وقع معاه اثناء كده في نادي الزمالك. والعقوبات برضه هتبقى عقوبات شديده. كنت هدخل لحضرتك في السؤال ده برضه يا كابتن محمد، هو الزمالك له تعويض خلاص ده موضوع منتهي، الزمالك هياخد تعويض من كهرباء، بس هنا بقى عشان الجمهور يبقى متابعنا، هل بياخد تعويضه من النادي البرتغالي ام من النادي الاهلي؟ لا 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 ده ولا ده. من اللاعب اللي هيدفع العقوبه، لان اللاعب هو اللي عمل الفعل الغلط الخطا بالظبط الخطا اللي عمله اللاعب. وبعدين برضو التعويض. ممكن استاذنك هستاذن حضرتك، لو اللاعب اذا الاهلي اللي هيدفع ايا كان بقى، انا يعني ده فعلي اوكي من الناحيه الفعليه، لكن كان الالزاميه النادي الاهلي معلوم مش طرف في الموضوع. الاهلي مش طرف في الموضوع، احنا بيننا وبين بعض. النادي الاهلي بقى هو اللي هيدفع له ثمن العقوبه، مفيش مشكله. اصل خد بالك بنسبه كبيره جدا يعني، وانا ده متاكد منه، ان العقوبه مش هتبقى عقوبه ماليه فقط، ده عقوبه وايقاف. طبعا ايقاف للاعب. طبعا، لان لوائح الاتحاد الدولي للفيفا بتقول ان لما اللاعب يبقى موقع يبقى قعد 3 مواسم مع النادي ويوقع النادي تاني تمام، تبقى العقوبه ماليه فقط. زي الحضري مثلا تبقى عقوبه ماليه فقط. لكن موقف كهرباء هنا، كهرباء هو قعد موسم واحد وراح وقع مع نادي تاني اللي هو النادي البرتغالي، فبالتالي بالتاكيد في ايقاف. بس هي بتطول يا استاذ محمد القضيه. لا 3 شهور 4 شهور بالكتير. الكلام ده كان زمان، كان القضيه ممكن تاخد لها سنه وسنتين او حاجه زي كده. وبعدين هو اصلا المفترض يعني لو اتحاد الكره المصري هنا قايم بدوره الرقابي كويس جدا، هو اصلا من حقه انه يوقع عقوبه على اللاعب الاتحاد المصري. بس هو مش حاجه الزاميه عليه، بس هي كحاجه كلجنه قيم في اتحاد الكوره انه يوقع، لان خلاص الامور باينه هو موقع والنادي. طب الاتحاد المصري لو وقع عقوبه هنا على كهرباء الاتحاد الدولي ما بيتدخلش؟ لا دي حاجه ودي حاجه، دي حاجة داخلية ودي حاجة دولية. الكلام معاك يا أستاذ محمد مش هينتهي، ومحتاج حلقات عشان نقدر نلم بجميع القضايا. بس هو شرح لنا القضيتين كده يعني ما شاء الله لمها كلها. ففي نهاية الحوار نشكر حضرتك ونتمنى يبقى في لقاءات تانية ومزيد من القضايا والمناقشات. أنا سعيد والله بوجودي تواجدكم معاكم النهاردة إن شاء الله، وتبقى يعني أتمنى يكون حلقة مفيدة. نورتنا. سبحانك اللهم، ميرسي جدا. ماشي. شكرا.